الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله المحطة جاهزة للتشغيل، وإن شاء الله كل شيء تمام، يعني المخارج جاهزة كلها، باقي معنا مخرج واحد إن شاء الله بيخلصوا فيه خلال اليومين، وإن شاء الله تكون المحطة على هبة الاستعداد، احنا جاهزين للعمل. طيب هذه بتغطي كامل؟ تغطي حريب كامل إن شاء الله، حريب بإذن الله. مديرية حريب تزيد عن 8 ميجاوات. نعم، 11 مولد، كل مولد بيولد 800 كيلو وات، يعني من قدرة المولد 8 ميجا و 8 من 10. نعم. كل خطوات التشغيل بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس محمد سيف، مدير محطة كهرباء حريب شركة انتركس شرق أوسط. تتكون المحطة من 11 وحدة توليدية بقدرة إجمالية 8.8 من 10 ميجاوات. تتألف أيضا من 4 محولات، كل قدرة كل محول 2.5 ميجاوات، بالإضافة إلى سويتش جير الخرج من المحولات بقواطع ضغط عالي، هذا بالإضافة إلى سويتش جير الضغط العالي بالمخارج إلى كل أجزاء المديرية، مديرية حريب، بالإضافة إلى 4 خزانات ديزل، سعة كل خزان 60,000 لتر بإجمالي 240,000 لتر ديزل. هذا بالإضافة إلى ملحقات المحطة من الإدارة وسكن طاقم المحطة كما تشاهدون، ومضخات التفريغ. وعموما المحطة استكملت كل إجراءات البناء، وقد تم التشغيل التجريبي، وكان تشغيل ناجح بحمد الله، ونحن المحطة جاهزة للتوليد في أي لحظة، حيث مخارج المحطة جميعها جاهزة، تمام، ومولداتها جاهزة ومحولاتها جاهزة، وفي انتظار السماح لنا بتوليد الطاقة لكل مناطق المديرية. طيب هذه طاقة مشتراة؟ يعني هذه طاقة بديلة. الطاقة البديلة. طيب ايش التعامل معكم مركز النكسة هناك يوجد لدينا مندوب من مركز الملك سلمان، الصندوق السعودي لإعادة الإعمار، والذي يختص بتمويلنا بمادة الديزل، وكذا مراقبة عملية الاستلام وعملية التوليد الطاقة. هذا كله يختص به مندوب من شركة سيبولت التابع لمركز الملك سلمان. المهندس محمد سيف، مدير محطة كهرباء حريب شركة انتركس.